السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال عنقود العنب بشكل مثلث، أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شال عنقود العنب بيكون ارتفاعه طوله 90 سنتي، والعرض بتاعه بيكون حوالي 160 سنتي، وكل الشيلان او الشالات اللي بتكون بشكل مثلث بتكون بالمقاس ده، بيبتدي من 80 سنتي الارتفاع، 80 او 90 سنتي زي ما انت حابة، والعرض بيكون 160، وممكن كمان تزودي عن 160 لو انت حابة، مفيش اي مشكلة. هنبتدي نشتغل. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 مليمتر. ابرتنا دي احنا عارفين ان الماركة بتاعتها بتكون 3.75، دي ارقامها هي، لكن هي ما يعادل 3.5 مليمتر من الابر السيليكون او الابر اللي بتكون الومنيوم. هنسيب مسافة بسيطة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع نبتدي نكون دائرة سحرية. هلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام. في الأمام الخيط ما بيكونش جنب بعضه، لا بيكون جاي بشكل متقاطع عكس بعضه بشكل حرف الإكس، ومن نفس المكان برجع للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، هنا بيكون اتكون عندي حلقتين، هنزل تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية، بسحبها من تحت الأولى وبلف ايدي الناحية التانية. واحدة واحدة بخرج الخيط من على ايديا، وبتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية انا مش هشتغل بيه، لكن لازم احافظ عليه عشان بقفل بيه الدائرة السحرية في نهاية السطر. اما الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيقيها شوية. طيب احنا نقدر نشتغل داخل الدائرة دلوقتي؟ لا لسه ما ينفعش، لازم ان احنا نقفل الدائرة السحرية بتاعتنا. علشان اقفلها بيكون عندي على الابرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها بغرزة سلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنبتدي بقى نشتغل. السطر الاول عبارة عن 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود، يعني 4 مرات بكون 3 عمود، وما بين كل 3 عمود و3 عمود باخد سلسلتين مسافة، ما عدا طبعا اخر 3 عمود مفيش بعديهم سلسلتين. برتفع سلسلة كمان على السلسلة اللي احنا قفلنا بيها دي، او سلسلة التقفيل بتاعة الدائرة السحرية، والاتنين هعتبرهم لا شيء، كأنهم مش موجودين معايا خالص من العدد. تمام، هبتدي اشتغل اول عمود بلفه زي بشتغل العمود، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، معنى انك تلف الخيط على الابره مره. لو عمود بلفتين هلف مرتين، لو بتلاته هلف تلاته، وهكذا. اصبح معايا حلقتين الاساسيه، الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفيناها بقوا 2. هدخل بقى داخل الدائره، هسحب الخيط وهخرج، معايا على الابره كده 3 حلقات، بسحب الخيط وبخرج من حلقتين يتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منه كده. اول عمود، تاني عمود، كمان تالت عمود، 2 سلسلة مسافة، 1 2، ونرجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود، 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2، كمان 3 عمود بلفة واحدة، 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2، رابع مجموعة والأخيرة مكونة من 3 عمود بلفة واحدة، 1 2 و3. كده خلاص خلصنا 1 2 3 4 مجموعات، وعندنا من السلاسل أو الزوايا 3، 1 2 3 اللي هي في المنتصف. خيط البداية خلاص مش محتاجينه في حاجة، بنبتدي نشده بالشكل ده ونقفل. هجيبه معايا هنا، هبتدي ارتفع 3 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 سلسلة، ونبتدي نشتغل السطر الجديد بتاعنا. الخيط ده خلاص في المكان دوت، ببتدي بقى الضمه في ابرة التنظيف واخيطه ايه داخل الشغل، او بسحبه بابرة الكروشيه عندي من خلف الشغل داخل الغرز من تحت. نبتدي نروح للزاوية الاولى عندنا هنا اللي فيها السلسلتين، نشتغل بداخلها 3 عمود سلسلتين، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. ندخل نشتغل، وممكن الخيط ده على فكرة نسحبه معانا بالشكل ده اهو، 1 2 3، 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 و3، 4 سلسلة مسافة، 1 2 3 4. هروح فوق السلسلتين اللي جايين، هشتغل غرزة باف مكونة من 4 لفات. طيب ازاي بنشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، هدخل فراغي في المنتصف، هسحب الخيط وهرج واخرج، هسحب الخيط لفوق لارتفاع غرزة الباف اللي انا محتاجاها، طول غرزة الباف اللي انا محتاجاها، بلف لفة كمان، بدخل نفس الفراغ، اسحب الخيط وارجع تاني،
واسحب لنفس الارتفاع. تالت مرة بلف الخيط هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج واسحب لنفس الارتفاع. رابع مرة بلف الخيط بدخل نفس فراغي اسحب الخيط واخرج واسحب لنفس الارتفاع. معايا على الإبرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج من 8، يتبقى معايا الحلقة اللي خرجت بيها والحلقة الأساسية 2، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. بكده بكون خلصت غرزة الباف بتاعتي اللي بتكون أول حبة من عنقود العنب. هنبتدي نرتفع 4 سلسلة، 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم، 3 4. هروح للسلاسل الاتنين الأخيرة ونبتدي نشتغل فيها 3 عمود سلسلتين، 3 عمود بلف. الصدفة اللي في الأول والصدفة اللي في آخر هي هي، زي ما نقول كده ايه، بداية ونهاية السطر بتكون موحدة في كل السطور اللي بشتغل ده. عمود، 2 3، سلسلتين كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3. كده خلصنا السطر بتاعنا، نبتدي نسحب الخيط ده بردك لغاية ما نخلص عليه خالص. نرتفع سلسلة، 2 3، ونبتدي نروح نشتغل فين بقى يا بنات. خلاص الخيط ده انا كده خلاص مش محتاجة منه حاجة، المفروض ان انا بقص. هروح للسلسلتين بكرر زي ما قلنا مع بعض، بداية السطر ونهاية السطر داخل السلسلتين ببتدي اشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود كده، 1 2 3، سلسلتين كمان مرة في نفس الفراغ، عمود، 2 3. كده خلاص خلصنا الصدفة بتاعتنا، ببتدي اخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هنبتدي نروح نشتغل غرزة بف، بس هشتغل غرزة البف فين يا بنات؟ في رابع سلسلة دي كده، 1 2 3، رقم 4، يعني في المكان اللي قبل غرزة البف اللي تحت. هلف الخيط هنروح بقى للسلسلة الأخيرة اهي، حاول ان انا اخد منها حلقتين، يعني بخلي حلقة واحدة بس تحت الإبرة، واسحب وارتفع الارتفاعي، 1 2 3 4 مرات، بلف الخيط واخرج بالشكل ده زي ما احنا شايفين. معايا 9 حلقات على الإبرة، هسحب الخيط واخرج من 8 ما عدا الأخيرة، يعني بسحب من كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة. تتبقى الحلقة اللي خرجت بيها والأخيرة، هسحب الخيط واخرج منهم الحلقتين مع بعض علشان أمشي من هنا للسلسلة اللي هي بعد غرزة الباف اللي هي تعتبر رقم 1 من الأربعة اللي في الاتجاه ده. لو أنا عدلت كده هتكون هي رقم 4، تمام، يعني نفس المكان اللي اشتغلت فيه ده. هاخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3، هلف الخيط في السلسلة بقى اللي هي الرقم 1 من الناحية دي، نعد 1 2 3 4 اهي، هبتدي اشتغل فوقيها غرزة باب، بلف الخيط بدخل فيها اسحب الخيط واخرج وارتفع لفوق، مرة تاني بنلف وندخل نفس الفراغ نسحب الخيط ونرتفع لفوق، 2 3، و 4، 9 حلقات على الإبرة، نسحب الخيط ونخرج من 8، يتبقوا 2 نسحب الخيط ونخرج منهم. زي ما أخدت في البداية هنا 6 سلاسل، هاخد بردك في النهاية 6 سلاسل. اللي بعمله اتجاه اليمين هو هو اللي بكرره اتجاه اليسار، 1 2 3 4 5 6. هنروح للسلسلتين نشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 3 بس يا بنات، انا دماغي بس فضل تعد شوية، سلسلتين وكمان 3 عمود، 1 2 3. زي ما احنا شايفين نبتدي بقى نشوف الشكل، بصوا الشكل بتاعنا بيبتدي يتكون عنقود العنب بتاعنا، اصبح فيه دلوقتي الواحدة من تحت واتنين هنا من فوق. طيب من نفس المكان دايما في بداية السطر، من نفس المكان ببتدي 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. هلف شغل الناحية التانية، هبتدي اروح فوق السلسلتين بشتغل 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلفة، 1 2 3، 1 2 سلسلة وكمان 3 عمود بلفة في نفس المكان،
اتنين، تلاتة. كام سلسلة بقى هناخدها لغاية ما نروح لغرزة الباب بتاعتنا؟ المرة دي بدل ما هاخد 6 سلسلة هاخد 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. هلف الخيط على الإبرة بردك زي ما عملت تحت. السلسلة اللي قبل غرزة الباف اللي تحت هبتدي أدخل فيها واشتغل غرزة باف جديدة. 1 2 3 4 لفات، 9 حلقات على الإبرة. بسحب الخيط وأخرج من 8، يتبقوا 2، هسحب الخيط وأخرج منه. 3 سلسلة، 1 2 3. هنا بقى انا عندي 3 سلاسل في منتصف الاتنين الباف اللي تحت، في منتصف السلاسل دي هدخل واشغل غرزة باف واحدة. 1 2 3 4 لفات على الابرة، 9 حلقات، بلف الخيط واخرج من 8، يتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منه. 3 سلسلة، 1 2 3. ونبتدي نروح للسلسلة اللي بعد غرزة الباف، نبتدي ندخل فيها، نعدل سلسلتنا بالشكل ده اهو، ندخل فيها ونكون غرزة باف كمان. 1 2 3 4. نسحب من 8 حلقات، نرجع نسحب من 2 حلقات، 8 سلسلة مسافة بنفس الطريقة. وبعد كده نروح للمكان اللي هو فوق السلسلتين، اشتغل 3 عمود سلسلتين، 3 عمود، وارجع ارتفع 3 سلسلة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا السطر بتاعنا. بعد اخر غرزة باف اخدت 8 سلسلة مسافة، وبعد كده رحت اشتغلت 3 عمود سلسلتين، 3 عمود فوق السلسلتين اللي تحت. بنبتدي السطر الجديد بتاعنا، 1 2 3 سلسلة، ولف شغل الناحية التانية فوق الصدفة اللي فوق السلسلتين، بنشتغل زيهم بالظبط، صدفة فيها 3 عمود سلسلتين، 3 عمود، بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2، وكمان مرة 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3. فوق ال8 سلسلة هناخد 9 سلسلة مسافة، ممكن ناخدهم 8 زي ما هما، بس علشان انا في السطر اللي جاي هبتدي اكون عنقود عنب جديد، فمحتاج ان انا اشتغل في سلسلة المنتصف، فانا لو اشتغلت 8 مش هيكون عندي سلسلة في المنتصف، تمام؟ لكن 9 هيكون عندنا سلسلة في المنتصف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط على الإبرة زي ما احنا طبعا اشتغلنا السطور اللي فاتت في الغرزة الأخيرة، السلسلة الأخيرة، ببتدي أدخل أكون غرزة باف. 1 2 3 4 لفات، نسحب الخيط ونخرج من 8 حلقات، نرجع نسحب الخيط ونخرج من 2 حلقات، 3 سلسلة مسافة. 1 2 3. فوق ال3 سلاسل تحت هنبتدي نشتغل غرزة باف مكونة من 4 لفات، نقفلها وناخد 3 سلسلة. 1 2 3، لسه في عندي 3 سلسلة هنشتغل فيهم غرزة باف. 1 2 3 4 لفات، نخرج من 8 حلقات، نرجع نخرج من 2 حلقات، 1 2 3 سلسلة، ونرجع نشتغل على السلسلة اللي هي بعد غرزة الباف الأولى، غرزة باف جديدة. 1 2 3 4، نقفلها وناخد 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونروح بقى للصدفة، سلسلتين الصدفة، نشتغل صدفة زيها مكونة من 3 عمود سلسلتين، 3 عمود، وبرجع بعد كده ارتفع 3 سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه، وفوق الصدفة فوق السلسلتين بشتغل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، خلصنا السطر بتاعنا وارتفعت 3 سلسلة، واشتغلت فوق الصدفة صدفة زيها مكونة من 3 عمود سلسلتين، 3 عمود، وزي ما قلنا مع بعض من بداية الشغل ان بداية الشال ونهاية الشال السطور كلها بتكون زي ما احنا بنشتغلها في النهاية او في البداية. هنا في المكان ده يا بنات هبتدي اخد 6 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6، هلف الخيط ونروح نشتغل غرزة باف في السلسلة رقم 5 اللي هي منتصف او سنتر 9 ده. 1 2 3 4، سلسلة رقم 5،
برفع الحلقة الأمامية منها كده وبنزلها تاني تحت الإبرة، وبرفع الحلقتين اللي ورا اللي هما المطب والحلقة الخلفية على الإبرة، وابتدي أشتغل عليها الباف بتاعتي. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، 9 حلقات على الإبرة، بخرج من 8، يتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منه. طيب علشان امشي من المكان اللي هو في المنتصف ده هروح بقى لغاية السلاسل دي، هشتغل كام سلسلة؟ 4، يعني 6 في البداية و4 بعد كده. 1 2 3 4. هنا انا مش هلف الخيط على الإبرة ولا حاجة، تمام؟ هتجاهل غرزة الباف الأولى واروح للسلاسل اشتغل فوقيها 3 غرزة حشو. هنشتغل المرة دي بقى بغرزة الحشو. ازاي بشتغلها؟ ما بلفش الخيط على الإبرة ولا حاجة، بيكون عندك الحلقة على طول، بروح للسلاسل الثلاثة، بسيب غرزة الباف الأولى فوق السلاسل، بشتغل 3 غرزة حشو، بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابر حلقتين، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين، تاني بكرر معايا حلقة، بنزل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم كده، 2 3، فوق غرزة الباف نفسها باخد غرزة، يبقى 4، كمان 3 فوق السلاسل، 5 6 7، غرزة الباف كمان 1، يبقوا 8، كمان 3 هنا فوق السلاسل الثلاثة، 9 10 11 غرزة حشو. يعني في المكان ده انا اشتغلت 11 غرزة حشو فوق عنقود العنب عشان نبتدي نعمل الورقة بتاعت عنقود العنب، تمام يا بنات؟ فاخدنا في البداية 3 سلسلة، اشتغلنا صدفة فوق الصدفة، 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، 6 سلسلة، رحت للسلسلة اللي في المنتصف عندي من تحت، كونت فيها اول غرزة باف موجودة عندي جديدة، اخدت 4 سلسلة، سبت الباف الاولى والباف الاخيرة ما اشتغلتش فوقيهم، لكن اشتغلت فوق الغرز كلها غرز حشو، 3 سلاسل والباف، و3 سلاسل وباف، و3 سلاسل كمان، يبقوا 11 غرزة حشو معانا. نبتدي تاني نكرر، باخد بقى 4 سلسلة ونشغل هنا غرزة باف، 1 2 3 4، هلف الخيط على الابرة، هعد بقى ايه، 1 2 3 4، رقم 5 ببتدي اشتغل فوقيها غرزة الباف بتاعتي، 1 2 3 4، نقفل غرزة الباف بتاعتنا، ناخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهبتدي بقى تاني ارجع تاني من تاني اهو، نروح للصدفة نكون فوق السلسلتين صدفة جديدة مكونة من 3 عمود، سلسلتين 3 عمود بلفة، وبرجع ارتفع 3 سلاسل واروح للصدفة الجديدة اللي هتكون فوق، نبتدي نكون فوقيها بقى ايه، 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة. هكمل السطر ده وابتدي السطر الجديد وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص ابتدينا السطر الجديد، هنبتدي بقى ناخد 8 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8، ونلف الخيط، نروح للسلسلة اللي قبل غرزة الباف اهي، نبتدي ندخل فيها ونكون غرزة باف جديدة، 1 2 3 و4، نقفل غرزة الباف الجديدة، ناخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3، والتلاتة سلسلة دول بنسيب تحتهم غرزة الباف اللي تحت، واروح للسلسلة اللي بعد الباف ونكون غرزة باف جديدة، 1 2 3 4، نقفل غرزة الباف، اخدنا 8 سلسلة في البداية، هناخد 6 سلسلة بعد غرزة الباف الاخيرة، 1 2 3 4 5 6. هبتدي يا بنات اسيب 1 2 غرزة حشو من هنا واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو، 1، واللي بعدها 1 2، واللي بعدها 1 3، واللي بعدها هسيبها وهروح للي بعدها كده 4، واللي بعدها 5، واللي بعدها كمان 6، واخر غرزتين هسيبهم مش هشتغل فيهم. يعني انا في السطر ده سبت 5 غرز، سبت اول غرزتين وغرزة في المنتصف وغرزتين في الاخر، واشتغلت 6 غرزة حشو بس ايه، فوق الغرز اللي احنا اشتغلناها، تمام يا بنات؟ نبتدي نكرر، ناخد 6 سلسلة، نروح نشتغل فوق السلسلة الأخيرة من هنا، طبعا أنا بعد من هنا دي الأخيرة، رقم 4 هنشتغل فيها غرزة باف، ناخد 3 سلسلة نسيب غرزة الباف، في السلسلة اللي بعد الباف اشتغل باف جديدة، وارجع اخد 8 سلسلة واروح اكون غرزة صدفة مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة 3 عمود فوق السلسلتين، وارجع ارتفع 3 سلسلة واكون صدفة جديدة، 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وارجع لكم كمل مع بعض. لكن هو اللي بعمله على اليمين هو اللي بكرره اتجاه اليسار.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص ابتدينا السطر الجديد بتاعنا. نبتدي ناخد 8 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنروح للسلسلة الأخيرة من السلاسل اللي عندي تحت ونبتدي نشتغل فوقيها غرزة باف. 1 2 3 4 ونقفلها. 3 سلسلة، 1 2 3، ونبتدي نكمل. نروح للسلاسل الثلاثة اللي عندنا من تحت ونشتغل غرزة باف جديدة. 1 2 3 4، نقفلها، نخرج من 8 حلقات ونرجع نخرج من 2. 3 سلسلة، 1 2 3، نروح للسلسلة الأولى بعد غرزة الباف اللي تحت، ندخل نشتغل فوقيها غرزة باف. 7 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7. هبتدي اسيب اول غرزة حشو واروح اشتغل 4 فوق 4 غرز. 1 2 3 4، وهتجاهل كمان اخر غرزة مش هشتغل فوقيها، وبرجع اكرر اللي احنا عملناه في اتجاه اليمين هو اللي بعمله على اليسار. هاخد 7 سلسلة واروح السلسلة الاخيرة من هنا، يعني هنا السلاسل دول بعد السلاسل وبشوف السلسلة الاخيرة بشتغل فوقيها غرزة باف. ناخد 3 سلاسل وفي ال3 سلاسل غرزة باف، 3 سلاسل وفي السلسلة الاولى بعد الباف اللي تحت بشتغل غرزة باف، 8 سلسلة، وبنروح نشتغل غرزة صدفة مكونة من 3 عمود سلسلتين، 3 عمود بلفة، وبرجع اشتغل 3 سلاسل واكون صدفة جديدة فوق السلسلتين، 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وارجع لكم نشتغل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في السطر الجديد. نبتدي نشتغل 9 سلسلة بعد الصدفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونلف الخيط على الإبرة ونروح لآخر سلسلة عندي من تحت نشتغل فوقيها أول غرزة باف بتقابلني. 1 2 3 4، نقفلها، ناخد 3 سلاسل، 1 2 3، ونروح فوق السلاسل الثلاثة اللي تحت نشتغل تاني غرزة باف، نقفلها وناخد 3 سلسلة. السلاسل الثلاثة اللي بعدهم كمان غرزة باف، ثلاث سلاسل. السلسلة الأولى اللي بعد غرزة الباف الأخيرة من تحت بنشتغل فوقيها آخر غرزة باف رقم 4. 2 3 4 لفات في نفس الفراغ، نقفلها. هنا بقى دلوقتي السلاسل اللي تحت كانوا 6، هنشتغل بدلهم 7. 1 2 3 4 5 6 7. غرز الحشو اللي تحت عندي كانوا 4، هسيب اول غرزة واخر غرزة وفي الاتنين اللي في المنتصف بس بشغل غرزتين حشو. 1 2، نرجع تاني نكرر بنفس الطريقة اللي اشتغلته اتجاه اليمين هو اللي بكرره في اتجاه اليسار. 7 سلسلة، هروح اشتغل باف، 3 سلاسل باف، 3 سلاسل باف، 3 سلاسل باف، 9 سلسلة، ونشتغل صدفة فوق الصدفة ونرجع نشتغل 3 سلسلة صدفة، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني ونبتدي بقى السطر الجديد بتاعنا. 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنروح بقى يا بنات، هنا انا مش هشتغل في السلاسل دي دلوقتي، السطر اللي جاي هو اللي هبتدي اكون عنقود العنب الجديد بتاعي. هنروح نسيب اول غرزة باف، نروح لل3 سلاسل نشتغل 1 2 3، ونشتغل غرزة الباف كده 4، ونشتغل كمان 3 سلاسل 5 6 7، وكمان غرزة الباف يبقوا 8، وال3 سلاسل 9 10 11 غرزة حشو فوق الفراغ اللي احنا كوناه ده، زي بالظبط ما انا عملت كده في العنقود العنب الاولاني. تمام، نبتدي بقى نروح نشتغل 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا بقى انا عشان ابتدي اكون من فوق عن ايد العنب، احنا ابتدينا بعنقود واحد، رجعنا كوننا 2، هنا دلوقتي هيكون عندي فراغ هنا هكون فيه عنقود،
والتسعة سلسلة دول هنكون فوقيهم عنقود، وهنا كمان التسعة سلسلة دول هنكون فيهم عنقود، هيبتدي معايا يكون عدد العنقيد 3، وهكذا بنبتدي بقى نكرر كل السطور اللي احنا اشتغلناها. ببتدي عفوا بكرر بطريقة السطور اللي اشتغلناها مع بعض لغاية ما بوصل لنهاية الشيل. بعد ما اشتغلت 9 سلسلة هسيب بقى السلاسل والحشو والسلاسل، وهسيب كمان اول غرزة باف واشتغل 11 غرزة حشو، 1 2 3 وفوق الباف 4 كده 5 6 7 وفوق الباف 8 9 10 11 تاني 9 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونلف الخيط ونروح نشتغل صدفة مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، وارجع في نهاية السطر ارتفع تاني 3 سلسلة، وفوق الصدفة اللي تحت بشتغل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وهنا خلاص نبتدي بقى نكون هنا عنقود عنب، هنا عنقود عنب، هنا عنقود عنب، عند كل 9 سلاسل ببتدي اكون عنقود عنب. تمام يا بنات، وبنبتدي بقى نكرر الخطوات اللي اشتغلناها بنفس الطريقة لغاية ما نوصل لنهاية الشيل. طيب علشان اكون عنقود عنب جديد، احنا طبعا عشان نكون عنقود عنب من تحت كنت باخد كام سلسلة، هنا اخدت 6 سلسلة وكونت اول غرزة باف، بعد كده 4 سلسلة ورحت لغرز الحشو، هو نفس الخطوة اللي انا بعملها. 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 هلف الخيط، هنعد بقى عدد السلاسل اللي عندي من تحت 1 2 3 4 رقم 5، بروح اكون فيها اول غرزة باف 1 2 3 4 ونقفلها 4 سلسلة 1 2 3 4، وهروح فين يا بنات؟ هنسيب اول غرزتين ونروح لرقم 3. احنا عايزين نشتغل كام؟ 6 غرزة حشو 1 2 3، هنسيب واحدة في المنتصف 4 5 6 ونسيب اخر 2. نبتدي نشتغل 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 او 6 سلسلة بالظبط زي ما ببتدي السطر بتاعي، خليهم 6، والف الخيط وهروح للسلسلة في منتصف 9 1 2 3 4 دي رقم 5 اهي، بشتغل اول غرزة باف من العنقود الجديد 1 2 3 4 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، هنسيب اول غرزتين ونروح لتاني تالت واحدة 1 2 3، نسيب واحدة 4 5 6 ونسيب اخر غرزتين. تمام، نرجع 4 سلسلة 1 2 3 4 ونسيب من تحت 1 2 3 4 السلسلة رقم 5، اشتغل فيها غرزة الباف بتاعتي 1 2 3 4 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، هروح اشتغل 3 عمود 1 2 3 سلسلتين 3 عمود 3 سلاسل. لفي شغلك الناحية التانية. هنا بصوا يا بنات بقى اهو اتكون عندي خلاص، سيبنا كل عنقيد العنب اللي تحت، هنا بقى عندي 3 عناقيد عنب ببتدي اشتغلهم 1 2 3. طيب بنبتدي نكون، بنكرر بقى بنفس الطريقة، صدفة فوق الصدفة 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود 2 3 سلسلتين 3 عمود 1 بسم الله 2 3 فوق السلاسل 6 بيكونوا 8، نفس الخطوات اللي اشتغلتها تحت 1 2 3 4 5 6 7 8، هنلف الخيط على الإبرة نروح لآخر سلسلة من تحت نشتغل غرزة باف 3 سلاسل، نسيب تحتها الباف اللي تحت ونروح للسلسلة اللي بعدها نشتغل غرزة باف كمان 4 عدد السلاسل، الأربعة اللي تحت هيكونوا فوقيهم 6
نفس الخطوات اللي بكررها من تحت يا بنات. 1 2 3 4 5 6 غرز الحشو، هسيب اول غرزة واروح اشتغل الاربعة اللي بعديهم. 1 2 3 4 نبتدي هنا فوق غرز السلاسل دي، احنا عندنا كام سلسلة؟ 6، هنخليهم 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ونروح نشتغل في السلسلة الأخيرة من تحت غرزة باف. تلاتة سلسلة، السلسلة الأولى بعد غرزة الباف فيها غرزة باف، تمانية سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 عفوا نسيب غرزة الحشو الأولى والأخيرة ونشتغل الأربعة اللي في المنتصف. 1 2 3 بسم الله 4 ونكرر بنفس الطريقة. هنبتدي ناخد 6 سلسلة نشتغل غرزة باف فوق السلسلة الأخيرة عفوا 3 سلسلة غرزة باف في الغرزة السلسلة الأولى، بعد كده 8 سلسلة بروح فوق الصدفة بكون صدفة زيها وبكرر بقى. خلاص يا بنات كل السطور اللي جاية هي تكرار للسطور اللي احنا اشتغلناها مع بعض، بفضل اكرر بنفس الطريقة عشان اوصل لنهاية شال على ايد العنب او عنقود العنب. لا بس بكده بنكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة، اتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله يسا امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك.